جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو القول السديد في من يأكل ذبائح عامة الناس، ولا سيما في هذا الزمان، وهو في مجتمعات تكثر فيها الشركيات والحكم بغير ما أنزل الله، وهل يلزم المسلم أن يتحرى أم يأكل؟ جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا أباح لنا ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب، فإذا كان الإنسان في بلاد المسلمين فالأصل فيما يعرض في بلاد المسلمين الحل والحمد لله ولا يسأل عنه، ما يعرض في بلاد المسلمين وفي أسواق المسلمين الأصل فيه الحل ولا يسأل عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم تجلب في أسواق المدينة ولا يدرى ذكر اسم الله عليها أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله أنتم وكلوا. فالأصل فيما يجلب في بلاد المسلمين أنه حلال، إلا إذا علم الإنسان وتيقن أنه حرام فإنه لا يجوز له. نعم.